السلام عليكم ورحمة الله، ويا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدين بمناسبة عيد الفطر المبارك. نهنئ جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، وأيضا نبارك لسمو رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين، وكل عام وكل مواطن وكل مقيم ينعم بفضل جهود القيادة الحكيمة بالأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة. كل عام وانتم بألف خير. حلقتنا اليوم من برنامج مجتمع واعي حلقة مختلفة جدا، فمن بدأ البرنامج من حوالي شهرين فريق الإعداد يجهز لنا فقرة يومية من البيت تنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي. اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك نطلع عليكم من وين؟ من البيت. نعيش معاكم فترة تلزمنا بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة عيالنا وعلى صحة أهلنا، وندعم الجهود من خلالها اللي يبذلها الفريق الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا. ففي الوقت اللي احنا نعيد فيه ونتبادل التهاني، أخواننا في الصفوف الأمامية يواجهون الفيروس بكل اقتدار ومبتعدين عن أهلهم من أجل صحة وسلامة المواطنين. الله يعطيهم الصحة والعافية ويقدرهم على السيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، ونقول لهم من مكاننا هذه شكرا لكم ومجهودكم مقدر وعلى رأسنا من فوق. يا هلا ويا مرحبا فيكم، يا هلا ويا مرحبا فيك فواز، وعيدك مبارك وعيدكم مبارك مشاهدينا. اليوم يوم عيد، يعني يوم فرح، يعني هذه فعلا العيد يجينا بظروف استثنائية، ظروف انجبرنا عليها، وضع غير عن كل الأوضاع، لكن احنا قررنا ان احنا نضحك وقررنا ان احنا نفرح وقررنا ان احنا نحتفل معاكم بهذا العيد. اكيد راح نراهن على ان تكاتفنا هو السبيل للخلاص من هذا الموضوع، ان التباعد الاجتماعي هو منهج راح نستنى عشان نطلع من هذا الموضوع، عشان ان شاء الله نقدر يعيد الأضحى ونعيد واحنا كلنا مع بعض. اكيد فقراتنا اليوم بتكون متنوعه، اكيد بتكون غير لان احنا موجودين في بيوتنا. خلكم معنا وتابعونا. حياكم الله مشاهدين أبطال قوة دفاع البحرين اللي نفخر ونعتز فيهم دائما، رجالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي لأرض خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويرعاه ويحفظ الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهم شاركين ضمن قوات التحالف العربي مستمرين في أداء واجبهم وضرب أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن الأمن القومي العربي. اليوم تواصلنا مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة كتيبة مدفعية الواجب اللي حبوا أنهم يبعثون تهانيهم وتبريكاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد الأمين، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين والشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد. تعالوا خلنا نسمع شنو قالوا. المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منسوبي قوة دفاع البحرين وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مملكتنا الغالية بالأمن والأمان وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقت، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ولسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ولعموم شعب البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وفي هذه الأيام المباركة وهذه الأفراح نواصل القيام بمهامنا وواجبنا الوطني في كل وقت وفي أي مكان وفي مختلف الظروف. يشرفني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا من الله عز وجل أن يعيد على مملكة البحرين وشعبها الطيب بالأمن والأمان، وعساكم من عوان وعيدكم مبارك. ميدان الشرف والتضحية بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى شعب البحرين بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائل المولى العلي القدير أن يجعل أيامنا كلها أفراح وانتصارات، فإننا ماضون في تأدية واجبنا الوطني والقيام بمهمتنا المقدسة في الدفاع عن أوطاننا بكل قوة وعزيمة وبروح معنوية عالية. أهني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب مملكتنا الغالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، أن ينعم على الجميع بالصحة والعافية. كلنا نعرف ان احنا لازم نفرح بهالعيد مهما كانت ظروف هذا العيد. هذا العيد جانا بشكل استثنائي وفيروس كورونا كان موجود معنا، واحنا لان نحب البحرين ونحب ان احنا نتبع الاجراءات اكيد راح يكون عيدنا غير في وضع كورونا، لكن الاحتفال واجب وهو من ضمن الشعائر. عشان كذي فريق البرنامج تواصل مع فضيلة الشيخ حبيب النامليتي، خلنا نشوف شنو قال عن ضرورة احياء
والاحتفال بعيد الفطر المبارك حتى وإحنا في كورونا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبارك لكم عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى مملكتنا الحبيبة قيادة وشعبا باليمن والبركات والفرح والمسرات. يأتي هذا العيد في هذا العام والعالم يشهد ظروفاً استثنائية بسبب الوباء الذي انتشر وعم البلاد وأثر في حياة العباد، مما اضطرت الدول معه للأخذ بإجراءات احترازية، حدت التنقلات ومنعت التجمعات، وهذه الإجراءات واجبة الاتباع شرعا لرفع الضرر عن الناس وانتشار الوباء بينهم، ولكنها لن تؤثر في فرحتنا وبهجتنا بالعيد، فالعيد فرح وسرور بفضل الله عز وجل. صلينا اليوم مع أبنائنا في البيوت صلاة العيد بهيئتها في المساجد والمصليات، لبسنا الجديد وتبادلنا التهاني وتطيبنا وفطرنا هذا اليوم طاعة لله، تناولنا تمرات لله عز وجل، وكذلك رفعنا أصواتنا بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الأيام نظهر الفرح والسرور بين أبنائنا بإعطائهم الهدايا التي تفرحهم، بالبهجة والسرور في المنزل، إشغالهم بالألعاب والمسابقات التي تفرحهم، وكذلك من كنا نتواصل معهم من الأحباب والأصحاب والجيران فإننا نتواصل معهم في هذا العيد، إن لم نتواصل معهم في المجالس وبالأجساد فقد هيأ الله عز وجل لنا وسائل التواصل الاجتماعي لكي نتحدث معهم ونتبادل أطراف الحديث ونتبادل التهاني والدعوات بالصوت والصورة، وننشئ المجموعات عبر البرامج الحديثة التي نلتقي من خلالها في هذه الظروف الاستثنائية. كذلك لنحمد الله عز وجل، فإن النعم التي تحيط بنا كثيرة، أمن وإيمان وسلامة في الأبدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيدنا سعيدا وأن يعيده علينا بالخير. هالعيد يا لولو عيد استثنائي، بس احنا كمسلمين لازم نحيي آداب العيد حتى لو كانت على نطاق صغير وضمن نطاق الأسرة الصغيرة، لأنها أيام فرح وأيام سرور. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر سكايب الدكتور عبد الستار الهيتي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة البحرين. أستاذ أو دكتور بالأحرى عبد الفتاح، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. يا ريت توضح لنا شنو هي آداب وسلوكيات المسلم في العيد خصوصا في ظل وجود كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، عساكم من عوادة جميعا. أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة إلى عموم المسلمين وإلى الشعب البحريني وإلى جميع العاملين في هذه المؤسسة. أنا حقيقة عندما أتكلم عن آداب وسلوكيات المسلم في العيد لابد أن نشير طبعا وبالذات في أزمة كورونا، أن نشير إلى أن الأعياد في الإسلام لها بعدان، بعد شرعي وبعد اجتماعي. البعد الشرعي هي العبادة والذكر والشكر، والبعد الاجتماعي هي عملية التواصل والتراحم والتكافل بين الناس. ونحن إذ نتكلم عن آداب المسلم في أيام العيد في ظل هذه الأزمة لابد أن نشير إلى أن السلوكيات والآداب التي قررها الإسلام ينبغي أن تأخذ منحا يتناسب مع هذا الوضع الجديد القائم في منطقتنا وفي العالم. أول هذه الآداب هو التجمل، والتجمل بحيث يظهر الإنسان بمظهر طيب مبارك أمام الناس. من مظاهر آداب العيد الشرعية هو اجتماع العائلة
وهنا يمكن الاكتفاء بالعائلة الصغيرة دون التوسع في ذلك مراعاة للظرف القائم ومراعاة لظرف كورونا. التهنئة والتواصل، عملية التهنئة كنا نهنئ بعضنا البعض من خلال المواجهة واللقاء المباشر والسلام والمصافحة، الآن يمكن أن نكتفي من خلال وسائل التواصل، من خلال الهاتف، من خلال الأونلاين. حتى عملية صلة الرحم والتواصل مع الأهل يمكن أن نكتفي بذلك من خلال الأجهزة المتاحة، لأن هذا يؤدي الغرض ويؤدي الواجب الشرعي، وبنفس الوقت حقيقة نلتزم بالالتزامات الشرعية. هذه أبرز الآداب التي يمكن الوقوف عندها في للمسلم في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم والمنطقة. داعين الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء وأن يبعد عنا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظ البحرين من كل ضرر وسوء. اللهم آمين يا دكتور. الدكتور عبد الستار الهيتي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة البحرين، كل الشكر والتقدير لك وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله من جديد على مدار العام وفي مختلف الظروف والمناسبات بما فيها شهر رمضان وأيام العيد. يعمل رجال وزارة الداخلية على حفظ الأمن والنظام واستقراره. طبعا يسعدنا بأول أيام عيد الفطر المبارك أن نتواصل خلال هذا النقل المباشر مع النقيب محمد أحمد الضابط المنوب بغرفة العمليات الرئيسية. كل عام وأنتم بخير النقيب محمد. وغرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومعالجتها. هل توجد نوعية محددة من البلاغات خلال أيام العيد؟ الرحيم، بداية حبيت أهنئكم وأهنئ القادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ولا يخفى عليكم أن غرفة العمليات الرئيسية تدار على مدار 24 ساعة يتم من خلالها تلقي كافة البلاغات. أما بالنسبة لنوعية البلاغات اللي تينا في فترة الأعياد والمناسبات، ففي الأعوام السابقة كانت تينا بلاغات كثيرة عن الحوادث المرورية والازدحامات والتجمعات، وفي ظل الظروف الراهنة لاحظنا انخفاض في نسبة تلك البلاغات، وذلك يدل على مستوى الوعي والانضباط لدى المواطنين والمقيمين. النقيب محمد، يعني في هذا العام بالتحديد في أعباء إضافية في ظل مكافحة كورونا، ما هي أبرز البلاغات في هذا الشأن وكيف تتعاملون معها؟ طبعا تستقبل غرفة العمليات الرئيسية البلاغات عن طريق مركز تلقي البلاغات 999، وتستقبل حالات الإصابات والاشتباه بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية ومنهم خط الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة، وذلك لنقل الأشخاص المصابين والمشتبه بهم من مقر سكنهم إلى مراكز العزل ومراكز الفحوصات. وكذلك تتلقى غرفة العمليات عدة بلاغات عن المخالفات والتجمعات، ويتم إرسال الدوريات لهم لتقديم التوعية وإرشادات الوقاية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. فئة الصم والبكم لهم طريقة ومعاملة خاصة في طرق التعامل، كيف تتعاملون مع فئة الصم والبكم من خلال خط الطوارئ 999؟ لابد من الإشارة إلى تعليمات سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، والذي وجه إلى تدشين عدد 3 خطوط للطوارئ، وذلك لفئة غالية علينا وهم ذوي الهمم المتحدثين بلغة الإشارة، كما تتوفر لدينا جميع المتطلبات والأجهزة لتقديم المساعدة لهم.
ومنذ تدشين هذه الخطوط تلقت غرفة العمليات الرئيسية الكثير من البلاغات من هذه الفئة، منهم من يطلب المساعدة ومنهم من يقدم شكوى، وهو الهدف الرئيسي لتحقيق التعاون بينهم وبين موظفي تلقي البلاغات. ونؤكد على جاهزية موظفي مركز تلقي البلاغات على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة البلاغات والمساعدات. النقيب محمد أحمد الضابط المناوب بغرفة العمليات الرئيسية، كل الشكر والتقدير لك. مظاهر العيد غير، لأن العيد هذا في ظرف استثنائي، لكن إحنا إلا بنفرح كل طرقنا. أكيد شفنا كل أهلنا وشفنا عيالنا قاموا الصبح وصلوا صلاة العيد ولبسوا ثيابهم، وايضا بعد حصلوا عياديهم، حتى لو عياديهم ما كانت هالمره كاش وكانت يعني اليد باليد، حتى لو ما تزاورنا، لكن لان هذه شعيره عندنا، واحنا اكيد شعب البحرين مصر انه يفرح رغم كل الظروف، فاكيد مظاهر العيد كانت غير. زميلتنا شوب العثمان اعدت لنا تقرير عن التغيرات في هذا العيد تحديدا، خلينا نشوفها معاكم ونرجع نواصل. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. أول يوم عيد في تحدي فيروس كورونا مختلف، التهاني انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا وتبادل الناس الصور والفيديوهات من بعد صلاة العيد. الأطفال استقبلوا عياديهم عبر القنوات الإلكترونية المختصة بذلك، وتنوعت بين مبالغ نقدية ونقاط لشراء ألعاب الفيديو عبر المنصات الخاصة. روح العيد انوجدت اليوم بشكل مختلف، ولكن لا زالت حاضرة في قلوبنا وقلوب أحبتنا من خلال البعد الاجتماعي اللي بين حجم محبتنا وخوفنا على كل فرد من عائلتنا الكبيرة. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي. مشاهدينا، تبقى فرحة العيد وسعادتنا باستقباله ما تغيرها الظروف لو باعدت بيننا اليوم الظروف، لكننا مجتمعين بقلوبنا، مجتمعين بثقتنا أن المسافات بيننا اليوم هي لقى بعون الله في القريب العاجل. اليوم وكل وسائل الاتصال قربت بيننا المسافات، والتزامنا بعيدنا مع عائلتنا الصغيرة بالبيت هو حفظ سلامة عائلتنا الكبيرة والمجتمع. ومن البيت خلينا نشوف فريق الإعداد، إعداد مجتمع واعي، شنو مجهزين لنا؟ خلينا نشوف معاكم. ألو معنا على الخط. ألو ألو، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيدك مبارك. ألو مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وانت بخير يا أختي وأمي وكل شيء في الدنيا. أم محمد عيدك مبارك، صوتك يعني، وهنيك أبو تركي بالعيد، وإحنا نهنيك بالعيد، كل عام وانت بخير، وخلنا نهنيك برمضان، ما يعني ما قعدنا معاكم السنة ولا تفطرنا ولا تيمعنا، أنت ولولو معاك وكل الطاقة، عكس النورش يا أم محمد يا الغالية. أهنيكم وهني القيادة الرشيدة والشعب الطيب، وانت بخير والصحة والسلام، والطاقم الطبي اللي قايم على، أنا الصراحة يعني مو بعارف شو اللي صار يا أم محمد، إحنا على الهواء وفي برنامج ومن البيت، وقالوا لي تلقى اتصال، فاجأتيني يعني، أنا كان ودي هذا الاتصال إنكم معاك في بيتك ونقعد معاك ونتفطر معاك مثل ما عادتنا كذا رمضان، قلوبنا الفرحة كلها الحمد لله، الله يدوم الله يحفظه ان شاء الله. اي والله صدقتي يا ام محمد، الصحه والسلام على الجميع، علينا وعليك يا رب وعلى المسلمين كلهم. وحشنا الصراحه، الله يخليك يا ام محمد، لك وحشه وانت اكثر، بس مثل ما قلنا يعني لو تباعدنا بالمسافات قلوبنا عند بعض، ما حد مقصر ان شاء الله في هالديره، لا الشعب ولا القائمين على المكافحه، ان شاء الله كلنا بنرجع مثل ما كنا واحسن يا رب، ويدوم علينا ان شاء الله الصحه والسلام. امين امين يا رب العالمين، امين. وهنيكم ان شاء الله بالعيد، لا توحشي يا ام محمد الله يعلم، وتعرفين انت مكانتك عندنا، بس لولا يعني هذه الظروف ان شاء الله بعد كورونا كل يوم نلتقي يا رب، يا ريت ان شاء الله يا رب.
آمين آمين يا رب العالمين. أم محمد بشرينا عنك في العيد، العادة غدا العيد عندك وانت يما عندك ونشوف بعض ونعايد على بعض. وإن شاء الله بعد احنا متجمعين نشوفك انت على التلفزيون إن شاء الله، وإن شاء الله كلنا بنتيما على خير إن شاء الله بإذن الله. والحمد لله ان شاء الله كل يوم بنرجع مثل ما كنا مثل قبل واحسن يا رب. الله لا يقطع تنتهي هذه الازمه كلنا يا رب. ويعني ايش اقول لك؟ امين امين يا رب العالمين يا ام محمد. كل عام وانت بخير يا ام محمد. احلى مفاجاه من مجتمع واعي وفريق الاعداد الصراحه ايش اقول لكم يعني. الله يحفظك يا ام محمد. يعني ايش اقول لكم يا فريق الاعداد في مجتمع واعي، فاجاتوني بهذه المكالمه العزيزه على قلبي. الله يعلم بمكانه ام محمد، هي مكانه الوالده الله يرحمها ويغمد روحها، لان هي مكانها، هي اختنا وهي امنا، ومثلي مثل كل الاسر في البحرين ترى. يعني الكل ودي يتلاقى، الكل ودي يتجمع مثل ما تجمعوا في رمضان وفي العيد وحتى باقي الايام، لكن احنا ملتزمين بالجلوس في البيت، ودنا نتلاقى مع اهلنا، لكن احنا ملتزمين مثل ما قلنا بالاشتراطات اللي علينا، ان احنا نحمي بلدنا، نحمي اسرنا، نحمي عيالنا، وان شاء الله بردنا بنتيمع. ما تيمعنا في عيد الفطر، نتيمع في عيد الاضحى ان شاء الله تروح ازمه كورونا وجائحه كورونا ونتيمع كلنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا، وعدنا لكم من جديد وعيدكم مبارك مره ثانيه، ومعنا عدد من الاتصالات نرجع ونقول يا هلا ويا مرحبا فيكم. الو الو لولو شلونك؟ يا هلا ويا مرحبا. هلا حبيبتي شلونك؟ وحشتيني. هذه اختي عبير صح؟ عيدك مبارك اختي. كل عام اختي حبيبتي. هلا كل عام وانتي بخير. وحشتينا وانتي فعلا مو بويانا اليوم يعني. لكن احنا مفاجأة. جدا فخورين فيك. زين شلون يا ابو رقمك؟ مستانسين وايد ان انت قاعده تاخذين. حبيبتي وحشتيني وايد وايد. شو اخبارك؟ البرنامج الرائع في العيد، والله مشتاقين لك حبيبتي. والله سامحوني يعني، انا ادري ان انا مقصره معاكم كلكم، بس لا يعني ابدا ابدا. بس بعد هاي شغله وهذه يعني جدا فخورين فيك. يا ربي جدا كلنا فخورين فيك ومستانسين وايد، واحب ان يعني انتهز هالفرصه واشكرك، واشكر فريق البرنامج وفريق العمل كله، يعطيكم الف 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 عافيه، وانتم مفخره كلكم للبحرين. امي شلونها؟ امي من زمان ما شفتها. امي كلنا مستانسين ان انت موجودة في مكان أفضل من هنا، وإن شاء الله تعدي هالأزمة على خير ونلتقي ونقابل بعض. إن شاء الله بتعدي أكيد وأكيد، وبنرجع نشوفكم مرة ثانية. حبيبتي حبيبتي إن شاء الله إن شاء الله. محمد أخوي رجع من رجع من الحد الجنوبي ولا شفته؟ إي موجود وسلم عليك وكلهم يسلمون عليك. ينعاد عليك بالصحة. كل إخواني وحشوني، سلموا عليهم وايد. أكيد أنا أتواصل معاهم على عبر التليفون، بس يعني بس اكيد خاطري ان انا الاقيكم ان شاء الله يا ربي. عيد الاضحى ان شاء الله يا ربي تنزال هالغمه ونشوفكم كلكم باذن الله. حبيبتي تحملي بروحك، وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه اختي. انت طيبه حبيبتي اختي. مع السلامه حبيبتي. شكرا شكرا. صراحه مفاجاه ما اعرف ليش فريق البرنامج سوى هالحركه يعني، وانا اشوفهم يقولوا لي قاعدي في البيت قلت بيريحوني. بس طلعت يعني كلش وايد حلوه المفاجاه. بيلت كانت المتصله امي، صدق امي وحشتني.
في العيد في ناس موجودين في مقار عملهم، موجودين على رأس العمل، طبعا موجودين في كثير من الصفوف، منهم في وزارة الداخلية، منهم في وزارة الإعلام، لكن أكيد الجيش الأبيض مختلف، وضعه مختلف. هذا العيد هم ما بيشوفون أهلهم، هم موجودين على رأس عملهم، وإحنا بنحاول من خلال برنامج مجتمع واعي خلال أيام كل العيد أننا ننقلكم لهم وننقل تهانيهم حق أهلهم. خلنا نشوف معاكم طبيب موجود على رأس العمل، دكتور محمد يوسف خليفة، هو طب عام موجود الحين حاليا في مطار مستشفى المطار البحرين الدولي. خلنا نشوف معاكم شلون وضعه وشلون العيد معاه وهو على رأس العمل. كل عام والبحرين وأهلها الطيبين بخير، عيدنا وفرحتنا وسعادتنا خدمتكم، وبالتزامكم بنعدي هالمحنة. لازلنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام ومع كوادرنا الطبية، وتنضم لنا عبر سكايب نوال حسن مشرفة التمريض بمركز أحمد علي كانو الصحي. مساك الله بالخير اختي نوال، وعيدك مبارك، كل عام وانت بخير، ويا ريت تقول لنا شنو شعورك وانت تقضين العيد هالسنة في العمل بعيد عن الأسرة. مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعتكم. في البداية حبيت أهني مملكتي مملكة البحرين قيادة وشعبا بحلول العيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. طبعا إحنا ونصح التعبير إحنا الجيش الأبيض اللي قاعد يحارب فيروس كورونا المستجد COVID-19 بسلاح واحد، هو اللحمة الوطنية والتعاون والتكاتف. طبعا لعيد الفطر السعيد فرحة مميزة وخاصة للمجتمع البحريني، لكن هذا العام العيد اختلف، طلع علينا بدون احتفالات، بدون مهرجانات وبدون تجمعات. وإحنا بالنسبة لنا ككادر طبي نواجه تحدي نفسي وجسدي، بحيث إن إحنا ما راح نكون بالقرب من عائلتنا الصغيرة نحتفل وياهم هذه الفرحة البسيطة، لكن إحنا فخورين جدا بما نقدمه، لان احنا وان كنا بعيدين عن عائلتنا لكن قاعدين نخدم وطننا البحرين، وكلنا فخر ان احنا قاعدين نخدم بحريننا. طبعا نصيحتي حق الجميع التزموا في بيوتكم لسلامتكم، لان البحرين تستاهل، ومع ضد الكورونا كلنا فريق البحرين، وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. علينا وعليك، نعم كلنا فريق البحرين وكلنا ضد كورونا إن شاء الله. نوال حسن مشرفة التمريض بمركز أحمد علي كانو الصحي، كل الشكر والتقدير لك وعيدك مبارك، في العام وانت بخير. ومثل ما عودنا زميلنا عبد الله الحسيني ان كله يكون موجود في البيت وينقلنا معاه عبر منصات التواصل الاجتماعي ويطلعنا على اللي موجود فيها. عبد الله احنا اليوم بعد موجودين معاك في البيت، بس موجود كل واحد في بيته. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير، والميكروفون لك، وخبرنا شنو اللي موجود على منصات التواصل الاجتماعي. يا هلا فواز ويا هلا لولو، عيدكم مبارك وعساكم من عماده يا رب، واحب ابارك للامتين العربيه والاسلاميه بحلول عيد الفطر المبارك، يا عسى ربي يعود علينا واحنا في افضل حال. لو بنتكلم عن السوشيال ميديا والاشياء المنتشره، بالتاكيد الرساله اللي ارسلها سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه حفظ الله ورعاه، هي كانت الترند في البحرين في كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى الفيديو المرفق في الرساله. خلنا نتابع. بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك نرسل لكم جميعا تهانينا، سائلين الله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وعيدكم مبارك، وعساكم من العايدين الفايزين، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. حفظكم الله سيدي،
والحين بستعرض معاكم مقطع انشراه مكتب المنظمة العالمية للطفل في مملكة البحرين عبر الانستغرام وبالتعاون مع عدد من أطفال البحرين وهم يهنون المجتمع بحلول العيد. انتابع. عيدكم مبارك، عسلكم ربي يجمعنا خليكم في البيت. عيدكم مبارك خليكم في البيت. هيا بنا نرى جمال العيد في بيتنا. عيدكم مبارك. تقبل الله طاعتكم. عيدكم مبارك بالبيت. عيدكم مبارك، عساكم من عودة مبارك مبارك. عيدنا في البيت بإذن الله. سنة الهوية ويا أهلنا، كل عام وانتم بخير. وقبل لا أختم معاكم بتوقف مع خبر وفاة سفير البحر في البحرين الشاب حسن جناحي، عسى الله يرحمه ومثواه الجنة ونعيمها يا رب. نتابع بعض التغريدات. عسى ربي يرحمه ويعيده في الجنة يا رب، ويرحم جميع المسلمين يا رب. ذكر اللي عندي، والحين عودة لكم زملائي. ألف شكر للزميل عبدالله الحسيني، وأكيد منصات التواصل الاجتماعي أثلجت صدورنا بال يعني المعايدة الجميلة من صاحب الجلالة الله يحفظه، اللي فعلا يثبت لنا يوم بعد يوم أنه هو قريب من شعبه. الله يخليك لنا يا صاحب الجلالة. في البحرين ولله الحمد نحظى بقيادة حكيمة جعلت المواطن أول اهتمامها، وسخرت من أجله القطاع الصحي بكل ما يحمله من إمكانيات ومن ميزانيات ضخمة. فمن البداية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وما ننسى الجهود الكبيرة اللي يبذلها فريق البحرين كل في موقعه طبعا في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحتى المقيمين. يعطيكم ألف عافية، والله يقدركم يا رب على مواصلة العمل في هذه المرحلة الاستثنائية اللي نعيشها وتعيشها البحرين. والله يحفظ وطننا الغالي يا رب، ونسأل الله في يوم العيد أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونعيد علينا وعليكم يا رب رمضان إن شاء الله في أعوام عديدة وأزمنة مديدة يا رب، وأنتم تتمتعون بأتم الصحة والعافية، وعليك شلولو أيضا. تسلم تسلم يا فواز، اللهم آمين. وبالفعل يعني دور كبير يقوم فيه جميع العاملين الموجودين في الصفوف الأولى، سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع أو الصحة أو الإعلام أو غيرهم وغيرهم، ولا ننسى أنا ما أبي أنسى ولا أحد، أو في التجارة أو في التعليم. لكن إحنا فعلا نعول على أن ثروة الوطن الحقيقية هي المواطن. المواطن وعيه، وعيك هو الخط الفاصل، هو اللي ممكن يوصلنا حق بر الأمان. في العيد نبي نفرح، نبي نستانس، نبي نمارس كل الأمور اللي احنا سويناها، لكن مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، بأن احنا فعلا ناخذ مبدأ التباعد الاجتماعي كنقطة أساسية في حياتنا. كل الشكر لكم، وشكرا لمتابعتكم لنا، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة.